لوكيشن روعة. في غطيطة واليوم نزل شوية مطر، وأنا هلأ بدي أطلع على رأس الجبل. ما لنا شايفين شيء إذا ضل هيك الجو. فرج بس قبل ما تهجم الغطيطة قدرت أصور فيديو، أصوركم صورة حلوة. رح أطلع على اللوكيشن ونرجع نصور. باي. ليكو الجبل شكله هيك رهيبة. عم بسمع صوت عصافير بس تقريبا مستحيل تقدر تصورهم هلا. نشوف، بدي استنى شوي بس يتفجعوا، بركي بينزل هذا الضباب. مبدئيا رح اوقف هون، هي مبينة اصعب من ما يجب، بس اطلع على رأس الجبل ومعك هذا الاختراع وشنطة فيها 10 كيلو غراض. It's very hard. بس وصلنا. حاول اطلع لفوق كمان شوي لاشوف شو ممكن لاقي، بس انا اتخيل انه اذا اجا شي من الميل اللي بوشي او من تحت. ليكو هون واحد بس صغير، ما بعرف اذا مبين، بس ليكو بالسماء عم بطير. مبدئيا رح اقعد اشرب الشوكولات و تمطر علينا شكله. تشاو.